انا متفائل ان شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومه بشكل سريع جدا. الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل ونستهلها بالعناوين. عملية تأليف الحكومة تسير بخطى ثابتة، ومشاورات الحريري تركز على الحصص والبيان الوزاري. الراعي: ما يؤلم شعبنا تصرف المسؤولين في الدولة وكأنها ملك لهم. نظام الأسد يلتف على القرار الروسي بالتهدئة، حزب الله وإيران يعودون إلى درعا متذكرين بزي النظام العسكري. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة: السعودية تطمئن جماهيرها قبل مونديال روسيا على الرغم من الخسارة أمام ألمانيا. في الوقت الذي تسير فيه عملية تأليف الحكومة بخطى ثابتة بعيدا عن الإعلام، يجري الرئيس المكلف سعد الحريري مفاوضاته على خطين: الأول إزالة العقبات الناجمة عن الحصص والحقائب، والثاني تذليل العقد السياسية وترتيب خطاب سياسي واضح المعالم في البيان الوزاري. إلى ذلك برز اليوم كلام للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، شدد فيه على ضرورة جمع الشعب حول كلمة الله وإزالة الانقسامات، لكنه قال أيضا إن ما يؤلم شعبنا بالأكثر هو تصرف المسؤولين في الدولة وكأنها ملك لهم بأرضها ومالها ومؤسساتها وجنسيتها، فيما هم بالحقيقة موكلون عليها من الشعب الذي هو مصدر السلطات كما تنص مقدمة الدستور. كلام الراعي جاء خلال ترأس قداس اختتام الرياضة الروحية لسينودس الأساقف الموارنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي. فيحق للمواطنين والحالة هذه أن يقلقوا ليس فقط على مصيرهم ومصير عائلاتهم وأولادهم، بل وبخاصة على مصير الوطن، إذ يرون هذا العبث بالشأن العام والسعي إلى المصالح الفردية والفئوية وإغماض العين عما يتهدد البلاد من أخطار. عن النائب السابق عقاب صقر إلى أن عملية تأليف الحكومة تسير بخطى ثابتة ومن خارج التداول الإعلامي. وأكد صقر للشرق الأوسط أن الرئيس سعد الحريري يسير بمفاوضات التأليف على خطين: الأول كما ذكرنا إزالة العقبات الناجمة عن الحصص والحقائب، والثاني تذليل العقد السياسية وترتيب خطاب سياسي واضح المعالم، وراء أنه طالما أن كل المطالب قابلة للاستيعاب لا داعي للمبالغة في التحليلات والتكهنات. ولفت صقر إلى أن رئيس الحكومة يحرص على عدم انعكاس التجاذبات الانتخابية على وضع الحكومة، وهو يعمل على مدار الساعة بصمت وهدوء. وبانتظار ولادة الحكومة الجديدة، تعول فعاليات اقتصادية على المرحلة المقبلة في النهوض بالبلد والعمل على تنفيذ ما التزم به لبنان أمام المجتمع الدولي. في هذا الوقت شهدت المرحلة المنصرمة تحديات كبيرة، أبرزها لدى وزارة الاتصالات التي حققت إنجازات عديدة وهيأت لبنان لأن يصبح مرفأ الإنترنت للمنطقة. تقرير باسل خطيب. مرحلة عمل وزارة الاتصالات كانت مليئة بالتحديات والتغييرات وتقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات. وزير الاتصالات جمال الجراح يرفض إعطاء أي منتج أو خدمة حققته وزارته تصنيفا أو إنجازا أكبر من غيره، إن لناحية توسعة السنترالات ومنح المواطنين مزيدا من الخطوط، مرورا بتوفير 100,000 خط إضافي، ثم الانتقال إلى تكنولوجيا IMS أي توفير الصوت والإنترنت عبر الهاتف الأرضي، ومن بعده قد تبدأ خدمة IPTV عبر الهاتف الأرضي، إضافة إلى تحديث معدات الشبكة النحاسية للهاتف وتلزيم مشروع الفايبر أوبتكس في كل لبنان خصوصا الريف، توسعة نظام الجيل الثالث لتأمين تغطية كاملة في كل لبنان ونسبة انقطاع في الخط صفر، ما يستلزم إضافة 940 برج إضافي وتعديل أمكنة بعض الأبراج الحالية، وبدء الاستعداد للجيل الخامس، داتا سنتر موحد تستخدمه الحكومة، والعمل على إنشاء مرفأ إنترنت وهو خط مباشر مع أوروبا يحول لبنان إلى مركز إقليمي تمر عبره الإنترنت إلى كل دول المنطقة العربية بما فيها الخليج. الرئيس الحريري كان دائما همه الأساسي أنه كيف نحن
نقدر نطور طاقات الشباب اللي عنا وما يسافروا يبقوا بالبلد وينجوا بالبلد ويلاقوا فرصة عمل بالبلد. مشان هيك أنشأنا صندوق استثماري بقيمة 50 مليون دولار للشركات المبتدئة والشركات المتوسطة. هذا إضافة إلى دعم المبتكرين الشباب والطلاب، وهناك توجه إلى عالم IoT أو إنترنت الأشياء، إلا أنها بحاجة لإنترنت سريع يجري العمل عليه عبر الفايبر أوبتكس. أهمية 5G اللي جاي، لأنه الليتنسي أو التأخير بنقل الأمر أو المعلومة بيصير أقل من 5 ملي سكند. عملية التحديث بوزارة الاتصالات شهدت مقاومة كبيرة. فايبر أوبتكس أخذ معنا وقت كتير طويل لأقنعنا الناس أنه تمشي معنا بهذا المشروع اللي بيكلف 300 مليون دولار على مدى 4 سنوات. لكن دخل دولة من هذا المشروع بعد 4 سنوات بيكون مليار. أي تطور بعالم الاتصالات يتطلب توفير فايبر أوبتكس؟ احنا بعد العيد بنبدأ، بس نحن مشروعنا أنه بنبدأ بعشر مناطق جغرافية بلبنان بنفس الوقت. مشان هيك نحن نتوقع أنه الإنجاز بيكون كتير سريع، وهذا المشروع ما بتنطر نهايته تتستفيد من الإنترنت. كل ما وصلنا على مكان بالكابنت نحطها بالشارع أو بالبناية المحيط على 800 متر فورا ببلش يستفيد من الإنترنت السريع. في عامي 2015 و2016 زاد عدد مشتركي الخلوي خصوصا بسبب النزوح السوري، وعام 2017 نمت السوق بحدود 2%. رغم عدد تسجيل زيادة كبيرة بعدد مشتركي الخلوي، فقد بلغت عائدات وزارة الاتصالات 1.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل عدد مشتركي الخلوي نهاية العام إلى 4.6 مليون مشترك عبر شركتي ألفا وتاتش. عثر على جثة لبناني كان فقد في تركيا قبل 2.5 عامين. اللبناني هو فؤاد صبح الرفاعي من مدينة صيدا، وقد وجد اليوم متوفيا بسكتة قلبية. مدينة صيدا التي عمها الحزن إثر هذا الخبر أقامت صلاة الغائب عن روحه في جامع البحر قبالة من الصيادين. قضائيا، حددت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله جلسة في 10 من تشرين الأول المقبل لمتابعة استجواب الشيخ مصطفى الحجاري الملقب بأبو طاقية في ملف خطف العسكريين مع 7 متهمين آخرين، من بينهم 3 سوريين استجوبتهم الرئاسة أمس بتهمة الانتماء إلى جبهة النصرة ومبايعتهم لها بشخص أبو طاقية. وكانت العسكرية جزأت هذا الملف عن ملفات أخرى يحاكم فيها أبو طاقية الموقوف منذ نحو 7 أشهر في سجن الريحانية التابع للشرطة العسكرية، مع أكثر من 70 متهما موقوفا وآخرين بصورة غيابية. وقفة تضامنية مع الشاب اللبناني المخطوف في سوريا، والعائلة تكشف تعرفها على هوية 2 من المسلحين الذين شاركوا في عملية الخطف. ومصادر تلفزيون المستقبل تؤكد أن الملف أصبح بعهدة الأمن العام المتمسك بسرية التحقيق. تقرير علاء سرحال. 5 أيام مرت ولا يزال مصير الشاب اللبناني مصطفى الحاج دياب مجهولا في سوريا. أصدقاء مصطفى الذين نفذوا وقفة تضامنية في منطقة الكولا ببيروت رفعوا يافطات تطالب الدولة بالتحرك بفعالية أكبر للإسراع في كشف مصيره، مطالبين الرئيس ميشيل عون بالتدخل شخصيا لحل هذا الملف. وبعدنا لهلا نحن ناطرين أمل يكون إنه يحكوا معنا أو يفتح خط تليفون نتواصل نحن وياهم، نعرف شو بدهم شو مطالبهم. ما حدا فتح خط تليفون نعرف. نحن رحنا على الوزارة وصار يكبونا من مطرح لواحد لواحد، وصلنا آخر شيء لمدير مكتب الوزير وأخذ مني معلومات وقال نحن بدنا نتصل بالوزير وليد المعلم وبنحطكم بالأجواء نهار التنين. ومن بعدها ما في شيء لهلا، ما عدلوا لنا شيء. هذا الوعد. عائلة الشاب المخطوف أكدت أنها تعرفت من خلال مصادرها على شخصين شاركا في عملية الخطف التي حصلت بمنطقة صفيطة بمحافظة طرطوس، كاشفة أن المسلحين كانوا يتحدثون اللهجة الساحلية. أي محمد، هني لهجتن علوي، وهني قالوا حتى المقدم قال لي هول يعني مثل مجموعات متطرفة، يعني بدي أقول لي إنه هني من الجيش بس مجموعات متطرفة. الصور موجودة عندهم، شو بعد بدي أنا بعد؟ أي شو اللي بدي؟ أنا ما بنطر للتنين، أي تنين؟ للتنين لقبل اللواء عباس إبراهيم؟ أنا بدي أكلف اللواء عباس إبراهيم يا عالم أنا؟
مصادر مواكبة كشفت للتلفزيون المستقبل أن الملف أصبح بوحدة الأمن العام الذي يتمسك بسرية التحقيقات للوصول إلى النتيجة المرجوة. شهد محيط مبنى بلدية بيروت اعتصاما ضد مشروع إيدن بي ومعه، ومن خلال الزفة عبر عدد من المعتصمين عن رفضهم للمشروع مطالبين محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ببذل الجهود من أجل الحفاظ على الشاطئ اللبناني. في المقابل تظاهر عدد من الأشخاص دعما للإيدن بي قبل أن ينتقلوا إلى شاطئ الرمل البيضاء لتنظيفه. عشاء في فندق فينيسيا لمناسبة الإعلان عن نقل تلفزيون لبنان فعاليات بطولة كأس العالم في روسيا، والكلمات شددت على ضرورة الابتعاد عن القرصنة والحفاظ على حقوق النشر. بمناسبة الإعلان عن نقل تلفزيون لبنان فعاليات بطولة كأس العالم في روسيا والتي ستبدأ فعالياتها يوم الخميس المقبل، أقامت شركة سما الوكيل الحصري لقنوات بي إن سبورتس عشاء في فندق فينيسيا حضره ممثل رئيس الجمهورية الوزير ملحم رياشي وممثل رئيس الحكومة المكلف الوزير جمال الجراح، إضافة إلى ممثل وزير الشباب والرياضة علي فواز وبعض الشخصيات السياسية والأمنية والإعلامية. الجراح أعرب عن سعادته لنجاح المساعي في السماح لجميع اللبنانيين بمشاهدة كأس العالم. إن شاء الله كل اللبنانيين بجهود اللي قامت فيها اللجنة الوزارية وبجهود دولة الرئيس سعد الحريري ومساهمته الكبيرة، إن كان بموضوع الاتفاق أو الاتصال مع شركة بي أن، الحمد لله توصلنا أنه تلفزيون لبنان التلفزيون الوطني رح ينقل المباريات. الرياشي شدد على ضرورة الابتعاد عن القرصنة والحفاظ على حقوق النشر. حتى منصحون بعضكم ما تقرصنوا، لأنه القرصنة أكبر ضرر لحقوق تأليف والنشر والأدب والفكر والفن وأكيد المونديال. أما ممثل قنوات بي إن سبورتس طارق الزيلان أعرب عن سعادته بالاتفاق المبرم مع لبنان والذي بموجبه سيتابع اللبنانيون البطولة المفضلة لديهم. وكان قرار منع رفع أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في بيروت قد أثار جدلا كبيرا، ومحافظ بيروت يوضح، تقرير غيدة شبيلي. موعد انطلاق مونديال 2018 لكرة القدم اقترب، وازدادت معه الأجواء الحماسية لدى اللبنانيين الذين يترقبون متابعة المباريات، وها هي شوارع مدينة بيروت وأحياؤها تتحضر للمنافسة الشرسة بين البلدان المشاركة، أعلام هنا وأخرى على الشرفات. هذه التحضيرات استدعت بلاغا من محافظ بيروت القاضي زياد شبيب طلب فيه عدم رفع أي علم للدول المشاركة في المونديال ضمن محافظة بيروت باستثناء العلم اللبناني وفقا لأحكام القانون الصادر سنة 1945، معلنا أنه سوف تتم إحالة المخالفين أمام النيابة العامة لملاحقتهم جزائيا. هذا البلاغ أثار جدلا كبيرا بين المشجعين وأصحاب المحال التجارية والمطابع. هلا مسر نوعا ما بس بمشكلة الإعلام، يعني كان يجي عندك عالم اللي هن كفيات كبيرة اللي بيعلق ببيته عم يحط إعلام كبيرة عم يجي يوصينا عليها هون، هذا الشيء راح عندك لان هذا بفيك يمثل تقريبا شي 40% من شغل المونديال. مزبوط انه لازم يكون في عالم لبناني، انه بالنهايه هذا بلدنا. يعني يا ريت بيرجع بنظر على القرار هذا، هو كلياته هالشهر بتشتغلي فيه وبعدين خلص بتشيل كل الاعلام بتخلي عالم اللبناني بس. شو المشكله اذا رح تشجع الرياضه؟ ما فيها شيء يعني ولد صغير عم يخلق، يا بتلاقيه نجمه يا انصار يا الماني يا برازيلي، يعني هذه رغبته كمان هذه بتقص له اياها. محافظ بيروت أشار إلى أن البلاغ الذي صدر كان فقط للتذكير بما هو متوجب قانونا، وأصدر قرارا سيتم تطبيقه ويقتصر على حالات محددة. أولا إذا كان بطريقة الاستفزاز وإثارة المشاكل، واثنين إذا كان هذا الاستعمال يؤدي إلى تشويه المنظر في وجهات الأبنية أو إلى تشويه المنظر العام، ثلاثة إذا كان استعمال هذه الأعلام خارج إطار التشجيع الرياضي وخارج المناسبة الرياضية بحد ذاتها. فإذا كان استعمال الأعلام بالمونديال هو فقط بالحدود اللي حطيناها بالقرار اللي صدر اليوم وأبلغ للشرطة للتنفيذ، فهذا الأمر لا يشكل مخالفة. ومع توضيح المحافظ يبقى السؤال عن أعلام الأحزاب التي تغزو الشوارع في كل مكان. وتتابعونا بعد الفاصل.
ضربات موجعة لميليشيات إيران في اليمن. أهلا بكم من جديد. في التطورات السورية، وبعدما خرجت بزيها عادت إيران وميليشياتها إلى الجنوب السوري بزي قوات النظام العسكري. وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، رأت أن ما جرى يعد مؤشرا على نية الميليشيات الإيرانية ومعها مسلحي حزب الله على البقاء في سوريا. في الوقت الذي تدور فيه مفاوضات إقليمية ودولية لسحب القوات الإيرانية والميليشيات التي تدور في فلكها من جنوب سوريا، حيلة جديدة بدأ النظام السوري يتبعها لضمان بقاء الميليشيات الإيرانية في أراضيه بطريقة تمنعها من الاحتكاك مع القوات الإسرائيلية على الحدود عبر تنكر أفرادها بالزي الرسمي لجنود النظام لتجنب الضربات الجوية الإسرائيلية، على حد ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وفي تقرير بعنوان عاجل، كشفت الصحيفة أن قوافل عسكرية من مسلحي حزب الله والميليشيات الأخرى المدعومة من إيران عادت إلى محافظتي درعا والقنيطرة مرتدين الزي العسكري التابع لنظام الأسد ورافعين أعلام النظام. وقالت مصادر للصحيفة أن العديد من هؤلاء المسلحين أتوا من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان بعدما حصلوا على بطاقات هوية سورية، وأن البطاقات هذه تعود للسوريين قتلوا في المعارك التي دارت في السنوات القليلة الماضية. مصادر المعارضة السورية تؤكد أن حزب الله وإيران عملوا لسنوات على ترسيخ تواجدهم في الجنوب السوري، مشددة على أن إيران ليست مستعدة للمغادرة من دون حرب بعد كل تلك الجهود. محللون اعتبروا أن انتهاج أساليب التمويه من قبل النظام تدل على مدى حاجته لمسلحي حزب الله وللغطاء الجوي الروسي لبقائه في الحكم بعد أكثر من 7 أعوام من الحرب الأهلية والخسائر التي تكبدها هذا الجيش وهروب العديد من جنوده وانضمامهم إلى صفوف المعارضة. إسرائيل من جهتها تراقب عن كثب وتؤكد أنها لن تسمح للقوات الموالية لإيران بالتمركز قرب حدودها، بحسب ما نقلت الإذاعة العسكرية عن مسؤول لم تسمه. وتأتي خدعة النظام قبل اجتماع مقرر بين الولايات المتحدة وروسيا والأردن لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في جنوب سوريا. ويبدو أن موسكو تريد فرض الاستقرار في سوريا، وترى أن المواجهة بين إسرائيل وإيران إذا حصلت من شأنها أن تعرض مكاسب روسية في سوريا للخطر. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة تدور في مدينة البوكمال في محافظة دير الظور بين تنظيم داعش من جهة وقوات النظام وميليشيات موالية له من جهة أخرى. وبحسب المرصد الحقوقي، فإن تنظيم داعش تراجع إلى الأطراف الشمالية والغربية للمدينة وسط محاولات من قبل قوات النظام لمحاصرة عناصر التنظيم. وأسفرت المعارك المتواصلة منذ فجر الجمعة عن وقوع قتلى وجرحى، كما أعلنت صفحات موالية مقتل قائد الفرقة 11 للدبابات في نظام الأسد علي الحسين خلال المعارك الجارية في دير الزور ضد تنظيم داعش. أصدر النائب العام الألماني بيتر فرانك مذكرة اعتقال دولية بحق مدير الاستخبارات الجوية السورية اللواء جميل حسن بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، من بينها عمليات تعذيب واغتصاب وقتل قامت بها عناصر إدارة الاستخبارات بحق مئات المعتقلين السوريين خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2011 و2013. وكتبت مجلة دير شبيغل الألمانية إن حسن جميل كان على علم بالجرائم التي مارسها عناصره، وأكدت أن مبادرة السلطات الألمانية هذه هي أول محاولة لمحاسبة مسؤول رفيع المستوى في نظام الأسد عن الجرائم بحق شعبه. وأشارت المجلة إلى أن لدى المحققين في النيابة الفيدرالية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانيين معطيات قدمها مصور عسكري سوري التقط صور جثث المعتقلين القتلى بناء على طلب الأسد. حذر وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من أن الانسحاب من سوريا حال انتهاء المعارك ضد تنظيم داعش سيكون خطأ استراتيجيا. ومن بروكسل، في خلال اجتماع للحلف الأطلسي حول التصدي لتنظيم داعش، دعا ماتيس الحلفاء إلى عدم ترك المجال في سوريا فارغا لروسيا أو إيران، ودعا إلى الصبر. كما قال: لن نغادر ساحة المعركة قبل أن يتوصل مبعوث الأمم المتحدة ستيفان ديمستورا إلى دفع عملية جنيف للسلام بتأييد منا جميعا وبقرار من مجلس الأمن. وتتابعون بعد الفاصل.
وسط انهيارات متواصلة للميليشيات المدعومة من إيران، قوات الجيش اليمني تتقدم على محاور عدة. أهلا بكم من جديد إلى نشرتي من الميدان وقد تابعتم فيها. النائب السابق عقاب صقر يقول عملية تأليف الحكومة تسير بخطى ثابتة. الراعي ما يؤلم شعبنا تصرف المسؤولين في الدولة وكأنها ملك لهم. ومعارك عنيفة في البوكمال بين داعش وقوات الأسد. أهلا بكم من جديد. وسط انهيارات متواصلة للميليشيات المدعومة من إيران، قوات الجيش اليمني تتقدم على محاور عدة. المغامرة الإيرانية في اليمن والتي بدأتها قبل سنوات طهران من خلال ميليشيات عبد الملك الحوثي تواجه صعوبات كبيرة بعد الضربات القاسية التي تلقتها الميليشيات الانقلابية خصوصا في محور صعدة. قوات الجيش الوطني مدعومة بقوات التحالف أحرزت تقدما ميدانيا مهما في الأيام القليلة الماضية في كل من محافظتي الجوف وصعدة، واستمرار الانهيار في صفوف الميليشيات خصوصا في معقلهم الأول الرئيس. أما في الجوف فهروب الميليشيات من مواقعها بات مشهدا يوميا من جبهات القتال خصوصا من وادي خب، عقب سيطرة الجيش اليمني بدعم من التحالف على جبل بوان الاستراتيجي المطل على الوادي في مديرية خب الشغف شمال الجوف. أما في تعز فقد أحرز الجيش الوطني تقدما جديدا غرب المدينة، سيطر في خلالها على مواقع عدة خصوصا تلك الرابطة بين محافظتي تعز والحديدة. كذلك سيطر الجيش على مواقع جديدة في جبل أبو النار الاستراتيجي بعد تراجع كبير للميليشيات ما أدى إلى اقترابه من مدينة حرض. وعلى خط التحالف دمرت المقاتلات الحربية منصة إطلاق صواريخ في أثناء محاولتها إطلاق صواريخ من جبل هيلان باتجاه مدينة مأرب، كما رصدت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين باليستيين أطلقا باتجاه نجران، فشل الأول بالوصول إلى هدفه وسقط في الأراضي اليمنية، بينما سقط الآخر في منطقة صحراوية. دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد اجتماع رباعي غدا الأحد في مكة المكرمة يضم السعودية والإمارات والكويت والأردن لبحث سبل دعم الأردن للخروج من أزمته الاقتصادية. في غضون ذلك أعلنت الفعاليات الشعبية الأردنية تعليق المظاهر الاحتجاجية في منطقة الدوار الرابع عقب تعهد رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز بسحب قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وفتح حوار وطني. عاد الرئيس فؤاد السنيورة إلى بيروت قادما من الأردن بعد أن حضر الاجتماع الدوري لمجلس العلاقات العربية والدولية والذي تركز على استعراض الأوضاع في المنطقة وعلى وجه الخصوص الأوضاع في فلسطين والمواجهات التي تدور بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال. فقد حزب الله في سوريا قائدا ميدانيا بارزا هو ناصر جميل حدرج وهو من بلدة الغسانية في منطقة النبطية، كما فقد الحزب مسؤولا ميدانيا آخر هو حسن نمر طالب سليمان والذي شيع أمس في بلدة كفركلا قضاء مرجعيون. بالتزامن مع الأجواء الرمضانية التي تشهدها مدينة صيدا خيمة صحية لقطاع التمريض في تيار المستقبل في سوق المدينة التجاري. تزامنا مع الأجواء الرمضانية التي يشهدها السوق التجاري لمدينة صيدا، أقام قطاع التمريض في منسقية تيار المستقبل في الجنوب خيمة رمضانية صحية داخل السوق تحت عنوان الغذاء السليم وكيفية العناية بالصحة. وتخلل الحملة فحوصات مجانية لقياس نسبة السكر وضغط الدم تحت إشراف أخصائيين. منسق عام تيار المستقبل في الجنوب ناصر حمود أمل في أن تكون مثل هذه الحملات منتشرة ومتكررة لجميع أنواع الأمراض. نحن من الأوائل كمؤسسة حريري كمستوصف حريري وهلأ كقطاع تمريض من أوائل الناس اللي منشجع الحملات الكشف المبكر لأي مرض ولأي عارض. بدوره أكد منسق قطاع التمريض في تيار المستقبل في الجنوب بهاء السبع أعين على إجراء الفحوصات الطبية لعدد كبير من الناس، مغتنما المناسبة للتأكيد على التضامن مع الفلسطينيين. حبينا يكون بشهر رمضان إلنا وقفة مع العالم لنرشدهم
عن الفحص المبكر للسكر وللضغط، ونعطيهم ارشادات طبيه وغذائيه كيف لازم يتعاملوا مع الامراض المزمنه خلال هذا الشهر. والحملة الصحية تعد الثانية لقطاع تمريض في طيار المستقبل في مدينة صيدا خلال شهر رمضان المبارك بعد نشاط مماثل في صيدا القديمة. وإفطار رمضاني في بلدة عكار العتيقة حضره نواب وفعاليات المنطقة. أقام رئيس رابطة مخاتير الجومي ذو الفقار الزين إفطارا رمضانيا في دارته في عكار العتيقة حضره نواب وفعاليات المنطقة. الزين رحب وهنأ الحضور بشهر رمضان المبارك، ثم كانت كلمة للنائب المرعبي دعا فيها جميع الفعاليات وأبناء عكار لأن يكونوا يدا واحدة للنهوض بالمنطقة من أجل مستقبل أفضل. إن شاء الله نحن بنتأكد أنه كلنا سوا فعاليات وأهل ومخاطير ورأس بلديات ومسؤولين نكون إيد واحدة لننشط وننهض في المنطقة بإذن الله. وفي كلمته أكد النائب قاطيشة أن عكار حاضنة للسلم الأهلي. خلافا للي كانوا يسوقوا انه عكار هي بؤرة ارهاب، بينت انه عكار هي حاملة السلم الاهلي وهي بدماء ابنائها عم تفدي السلم الاهلي وعم تفدي حدود لبنان الخارجية والسلم الاهلي الداخلي. كما كانت كلمات للنائب السابق طلال المرعبي والشيخ مالك جديدة، حيث دعا الاخير النواب الحاضرين الى دعم العمل الانمائي في عكار. ضمن المشروع الإماراتي لإفطار صائم في رمضان، مؤسسة محمد بن راشد المكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تقدم مساعدات للمحتاجين في محافظة الشمال. بهبة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وضمن المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان، تم توزيع مساعدات غذائية على نازحين في عكار بمشاركة الملحق الدبلوماسي الإماراتي حمدان الهاشمي والوزير معين المرعبي، الذي أوضح أن المساعدات موجهة للنازحين الأكثر حاجة غير المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي، لافتا إلى أن 800 ألف نسمة لا يتمكن كانون من الحصول على الغذاء. شكر كثير كبير حقيقة من خلالكم متوجه لدولة الإمارات اللي هي عم تمد يد خير للشعب العربي للأخوة اللاجئين، بينما نحن عم نشاهد في لبنان مجموعات ميليشيات إرهابية تقوم بتهجيرهم، تقوم بقتلهم، تقوم بتدمير منازلهم. نحن عم نشوف اليوم فعلا الفرق الشاسع بين يد تدمر وبين يد تعمر ويد تبلسم وتقدم الدواء وتقدم الغذاء لهؤلاء الأخوة اللي هن بحاجة ماسة حتى للغذاء. وخلال الجولة تم توزيع ما يقارب 2000 حصة غذائية لمستفيدين من الجنسيات السورية والفلسطينية واللبنانية. وتتابعونا بعد الفاصل. فشلا لملال طهران في استغلال يوم القدس. أهلا بكم من جديد. فشل نظام الملال الإيراني في استغلال مناسبة يوم القدس العالمي رغم كل الدعوات إلى الحشد من المسؤولين الحكوميين. مسرحية نظام الملالي باستغلال يوم القدس العالمي تحولت إلى مقاطعة عارمة من قبل الشعب الإيراني وهزيمة نكراء مني بها النظام. التلفزيونات الحكومية لم تستطع رغم كل الاحتيال التصويري واختلاق المشاهد عرض مشاهد ضخمة أو جماهير غفيرة نسبيا. المواطنون الذين يشعرون بالإشمئزاز الشديد من السياسات العدوانية وتدخلات النظام المثيرة للحروب في دول المنطقة تحت غطاء دعم فلسطين عزفوا عن الحضور في الشوارع. هذه المقاطعة العارمة جاءت في وقت كان قادة النظام والأجهزة الدعائية يشددون على أهمية مسيرة يوم القدس وحث الناس على المشاركة فيها. وحاول المسؤولون الحكوميون دون جدوى تسيير مجموعات في الشوارع من خلال النقل المجاني بالحافلات ومتر الأنفاق في طهران وإرسال حراس وعناصر الباسيج وعملائهم بالملابس المدنية. دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى نزع سلاح جميع الميليشيات والمجاميع المسلحة بدءا من مدينة الصدر، وطالب وزير الداخلية العراقي بالبدء بعد عيد الفطر بحملة جمع الأسلحة ابتداء من القوات التابعة له كبادرة حسن نية، داعيا أتباعه إلى تسليم أسلحتهم لقوات الشرطة، كما حث الصدر الدولة والقوات الأمنية لتوفير الأمن كي لا يتم اختراق المناطق التي ينتزع منها الأسلحة.
في شأن عراقي أيضا، قتل 7 أشخاص على الأقل في تفجيرين متعاقبين في مدينة كركوك شمالي العراق. وقال النقيب في شرطة كركوك حامد عبيدي إن أحد التفجيرين وقع على مقربة من مسجد والآخر قرب متجر وسط مدينة كركوك. وأكد العبيدي أن التفجيرين خلفا 7 قتلى و7 جرحى على الأقل. بعد تكرار قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الفلسطينيين وآخرها أمس، حيث سقط 4 شهداء على الأقل وأصيب أكثر من 300 بجروح، من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا طارئا حول غزة الأربعاء المقبل بناء على طلب الدول العربية، وفق ما أعلن رئيس الجمعية في رسالة إلى الدول الأعضاء. وقال دبلوماسيون إنه خلال هذه الجلسة من المفترض أن يحصل تصويت على مشروع قرار يدين إسرائيل، على غرار مشروع القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد استخدمت قبل أسبوع حقها في النقد ضده في مجلس الأمن. تستعد سنغافورة لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قبل اجتماع القمة المقرر بينهما يوم الاثنين المقبل. ووضعت السلطات حواجز في عدد من الشوارع، كما شددت من إجراءاتها الأمنية حول فندقي سانت ريجيس وشانجريلا الفخمين اللذين يتوقع أن يقيم فيهما الزعيمان خلال الزيارة. ومن المتوقع أن يصل الزعيم الكوري الشمالي إلى مطار شانجي في سنغافورة اليوم، ومن المقرر أيضا أن يلتقي مع رئيس وزراء الدولة المضيفة. ولدى وصوله، رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى. وفي تصريحات للصحفيين على هامش اجتماعات المجموعة في كندا، فضل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن تضم المجموعة 7 أعضاء كما هي، مضيفا أن رقم 7 يجلب الحظ. وفي وقت سابق أمس انطلقت أعمال قمة قادة مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى بنسختها 44. في الرياضة بعد الفاصل، كلفة مونديال روسيا الأغلى في التاريخ. أهلا بكم من جديد وإلى النشرة الرياضية مع صبح إبلاوي. مرحبا مشاهدينا، البداية لليوم رح تكون من كرة القدم، حيث قدم المنتخب السعودي مستوى مميز جدا ولافت أمام المنتخب الألماني لكرة القدم بالمباراة الودية اللي جمعت الفريقين بليفركوزن، وانتهت بنتيجة 2-1 للمنتخب الألماني. هالنتيجة هي مهمة للمنتخب الألماني، خاصة أنه كسر حاجز المباريات السيئة اللي كان عملها المنتخب السعودي اللي سجل هدف في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، ومن بعد سجل تيسير الجاسم بالدقيقة 84 هدف الوحيد للمنتخب السعودي. هذه المباراة الأخيرة للمنتخب السعودي قبل استعداداته للمباراة الافتتاحية بمواجهة روسيا نهار الخميس المقبل. السعودية رح تلعب بالمجموعة اللي رح تضم أيضا الأوروغواي ومصر، بالمقابل ألمانيا رح تكون حطت حد لخمس مباريات على التوالي ما عرفت فيها طعم الفوز، وهذه كانت أسوأ سلسلة لها من آذار عام 1988. وبإطار الاستعدادات، تعادل المنتخب البولندي أمام ضيفه التشيلي 2-2، وافتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل بالدقيقة 30، وأضاف زميله زيل يانسكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض بالدقيقة 34. وقبل نهاية الشوط الأول سجل دييغو فالديز الهدف الأول للمنتخب التشيلي بالدقيقة 38. وبالشوط الثاني سجل اللاعب ميكو هدف التعادل. نذكر أن القرعة أوقعت منتخب بولندا بالمجموعة الثامنة مع منتخبات كولومبيا واليابان والسنغال، فيما لم يصل منتخب تشيلي إلى المونديال. بعد نجاحها بتنظيم أولمبياد سوتشي، بتتجه الأنظار إلى روسيا مرة جديدة، وهالمرة بالحدث الأبرز كأس العالم لكرة القدم. ولكن اللافت أيضا أنه رح تكون هالنسخة هي الأغلى بالتاريخ. كيف تأثير المونديال على الاقتصاد الروسي؟ منتابع سوا. أفادت دراسة أجرتها لجنة الفيفا المنظمة لكأس العالم 2018 اللي بتنطلق الأسبوع القادم بروسيا، إنه استضافة هالبلد لمنافسات النهائيات رح تساهم بنمو اقتصاده بنحو 3 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضحت الدراسة اللي نقلتها وكالة الأنباء الروسية إنه تنظيم روسيا لكأس العالم رح يساهم بنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 150 مليار روبل إلى 210 مليار روبل، أي ما يعادل 2.5
2.43 و3.4 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة. وأفادت الدراسة أن البطولة أضافت للناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال الفترة ما بين عام 2013 و2018 ما يقارب 867 مليار روبل أي حوالي 14 مليار دولار. ويذكر أن روسيا قامت بتطوير وتحديث بنية التحدية وتحديدا 12 ملعب ب 11 مدينة روسية، كما تم تحديث البنى التحتية للنقل بما ذلك المطارات والطرق والسكك الحديدية، وتم بناء 27 فندق جديد بالمدن الروسية المستضيفة للبطولة. وبلغت تكاليف المنافسة العالمية الأكبر والحدث الرياضي الأهم يلي رح تصير من 14 لغاية 15 شهر حزيران وتموز المقبل ب 11 مدينة روسية بحسب مصادر مطلعة ما يناهز 680 مليار روبل أي حوالي 13.2 مليار دولار، لتصبح نسخة روسيا 2018 هي الأغلى بالتاريخ. وصل المنتخب البرتغالي ونجمه كريستيانو رونالدو إلى روسيا للمشاركة بكأس العالم. كيف كان وصول المنتخب ونجومه؟ منتابع سوا بهاللقطات. بالان بي اي احتفظ جولدن ستيت ووريرز بلقب الدوري الامريكي لكرة السلة للمحترفين بفوزه على كليفلاند كافاليرز 108-85 بالمباراة الرابعة، وبالتالي اكتسحوا للكافاليرز باربع مباريات لصفر. انجاز جولدن ستيت ووريرز مستحق، خاصة بعد سيطرته على سلسلة المباريات النهائية يلي وصلت للاربع مباريات. بالمباراة الرابعة كان التفوق واضح من الكوارتر الأول يلي انتهى 34-25، وبالكوارتر الثاني بمواجهة كليفلاند كافاليرز ولي براون جيمس انتهى بالتعادل 27-27. أما الكوارتر الثالث فرجع سيطر جولدن ستيت ووريرز وأنهى 25-13 وأنهى الكوارتر الرابع لمصلحته بنتيجة 22-20. المباراة بالإجمال كانت لمصلحة ستيفن كوري قائد الفريق يلي قدر أيضا يضمن الدور النهائي والمباراة الأولى 124-114، وبالمباراة الثانية انتهت 122-103 بسهولة، وكرر الفوز بالمباراة الثالثة 110-102. الإنجاز هو السادس لجولدن ستيت ووريرز بعد ما توجوا سنة 1947 1956 1975 2015 و2017 بلقب الـ NBA. من جهته أخفق كليفلاند كافاليرز بطل عام 2016 بالتتويج باللقب بعد خسارته بالدور النهائي للمرة الرابعة بتاريخه بعد أعوام 2007-2015-2017. وبالعودة لأجواء المباراة وتحديدا للكوارتر الرابع، تألق ستيفان كوري مرة جديدة برمياته الثلاثية وسجل رميته الساتسي بهيدي المباراة مع بداية الكوارتر الرابع وتبعها بالسابعة، ما جعله قريب من معادلة رقمه القياسي اللي هو 9 3 بوينتس اللي سجله بالمباراة الثانية من الدور النهائي الحالي، وهو رقم قياسي جديد لعدد 3 بوينتس المسجل ضمن المباراة بالدور النهائي. ليلة كانت صعبة كتير على كليفلاند كافاليرز وعلى أرضه وبين جماهيره، وخاصة وقت وصلت النتيجة قبل 5 دقائق على نهاية المباراة 102-77 لصالح حامل اللقب جولدن ستيت ووريرز، وهي نتيجة بتعبر إلى حد كبير عن حال الانهيار الدفاعي اللي ضرب كليفلاند كافاليرز. وقبل نهاية اللقاء بأربع دقائق غادر لي براون جيمز المباراة بشكل نهائي بعد ما أجرى تايران لو عدد من التغييرات بفريقه، مما دل على تسليمه المباراة لمصلحة جولدن ستيت ووريرز ومدربه ستيف كير يلي قدر ينجح بتشكيلته على أرض الملعب. وبتشير كل التكهنات والتوقعات إنه هاي المباراة هي الأخيرة للي براون جيمز مع كليفلاند كافاليرز، إذ إنه يبدو قريب من مغادرة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وبختام المباراة كانت النتيجة انتهت بمصلحة جولدن ستيت ووريرز 108-85، وتألق مثل العادي ستيفان كوري اللي قدر يسجل 37 نقطة و6 أسيست و4 ريباوندز، فيما سجل نجم الفريق دوارنت 20 نقطة 12 ريباوندز و10 أسيست. ومثل العادي كان لي براون جيمز أفضل مسجل لكليفلاند كافاليرز ب 23 نقطة. Oh, James backing in.
finds J.R. Smith, corner three-pointer, got it. Smart job. هيدا كل شيء بالرياضة لهلا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي ختام النشرة نذكركم بالعناوين. عملية تأليف الحكومة تسير بخطى ثابتة، ومشاورة الحريري تركز على الحصص والبيان الوزاري. الراعي ما يؤلم شعبنا تصرف المسؤولين في الدولة وكأنها ملك لهم. نظام الأسد يلتف على القرار الروسي بالتهدئة، حزب الله وإيران يعودون إلى درعا متنكرين بزي النظام العسكري. وتابعنا في الرياضة، السعودية تطمئن جماهيرها قبل المونديال على الرغم من الخسارة أمام ألمانيا. شكرا على المتابعة، في أمان الله. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.